عاصمة ومرحبا بكم. التونسي والاستثمار والمشاريع متاع الفريلانس. يحب التونسي يدخل مشروع جديد بزيرو انفستيسمون، يعني يقولك اسمع كان فيها فلوس ما ندخلش. في اي مشروع باش تدخله يلزمك استثمار، باش تستثمر من وقتك ساعة قبل كل شيء، باش تستثمر من الامبليكاسيون نتاعك، معناها باش تعطي من مخك ومن طاقتك وباش تركز، وباش يكون فما استثمار نتاع فلوس صغير ولا كبير حسب نوع المشروع. ووقت اللي ما يكونش فما فلوس باش تستثمر، باش تحط فلوس في بلاصه اخرى، لازم تتعلم دي كومبيتونس جدد باش تنجم تنجح في المشروع هذاك. المشروع اللي انا عرضته عليكم واللي انا نطلب فيه، انا ليدر في اوريفلام تونيزي، الاستثمار باش يكون صغير ماهوش حاجه كبيره بارابور قيمه المشروع والفرصه اللي تقدمها لك اوريفلام. اما راهو ما فما حتى حاجه في الدنيا تجي بلاش زيرو مليم، حتى شيء ابسوليومون يعني.